مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج ماسلز ريبيلدينج. وحلقه اليوم راح نتكلم فيها عن كل ما هو جديد في عالم رياضه كمال الاجسام، كل الاخطاء الشائعه اللي قاعد تحصل والاستفاده منها وتحويلها الى التمرين الصحيح في هذا المجال. كل هذا واكثر راح تتعرفون عليه من خلال سياق حلقه اليوم مع الكابتن زين العابدين. تفضل كابتن، كلمه لك. يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة وتمرين جديد. حلقتنا هذا اليوم إن شاء الله تكون مميزة، راح نتكلم فيها عن عضلة صدر، تمرين تحديد التمرين الاستطالة وهي الفلاي. تمرين الفلاي بالصدر طبعا راح يعطيني استطالة. أنصح فيه التمرين هذا يكون آخر تمرين ما يكون أول تمرين، والسبب إنه لما إحنا نتمرن وحنسبب ضغط على العضلة، فبنهاية التمرين راح نحتاج استطالة بحيث إن بعد التمرين العضلة ما تشد معاي وما يصير فيها تشنج. فالتمرين الاستطالة أو تمرين الفلاي راح يعطيني استطالة وراح يسوي لي تمديد عضلي حق العضلة نفسها بحيث إن ما تشد معاي. التمرين هذا طبعا لازم نراعي التكنيك، تكنيك التمرين وايد مهم لأنه ممكن يسبب لي إصابة في المفصل الكتف، والإصابة هذه ممكن إذا حاشتني لا سمح الله ممكن ما أقدر أتمرن أي تمرين بالجزء العلوي. فأهم شيء أركز على التكنيك، طبعاً ما أنسى التسخين، التسخين شيء وايد مهم، أي عضلة أي تمرين أسخن في البداية جميع مفاصل جسمي سواء علوي أو سفلي، ألعب مشي أو كارديو قبل التمرين بحيث اني احرك الدم، احرك الدوره الدمويه بحيث انه ينتقل الدم بشكل اكبر بالعضلات، هي العضله هي نفسي ذهنيا، من ثم طبعا ادش التمرين وانا مستعد. نشوف وياكم تمرين الاستطاله او الفلاي. طبعا في البدايه اضبط الكرسي طبعاً. هذا التمرين راح يركز لي على الجزء العلوي، بالطريقة طبعاً ما أنسى ظهري يكون مقوس بحيث إني أركز على العضلة الصدر، وأنا أفتح لازم أركز على نقطة مهمة، لما يفتح تدريجياً راح أسوي كسرة بالكوع، من أوصل لمستوى جسمي أرجع بهالطريقة. تحت سوي تمديد أرجع. التمرين هذا يحتاج تركيز كبير، الطريقة تم تمرين الفلاي. طبعا في طريقة ثانية، تكنيك ثاني ممكن استهدف في نفس العضلة، خلي الدمبل في الطريقة، ابطل ايدي صك
كذي انا لعبت طريقتين من التمرين. طبعا اقدر العب الطريقتين مع بعض سوبر ست. سوبر ست الا وهو ان ادخل تمرينين مع بعض نفس الجوله. طبعا شلون نعرف اذا كانت الزاويه علويه ولا مستويه؟ كل ما كان الكرسي اللي فوق معناته راح اشغل العضله العلويه. طبعا هو في اكثر من تكنيك، كل ما صعدته كل ما شغلت الجزء الاعلى لين اوصل للكتف، عضلات الكتف. وكل ما انزل اركز على الجزء المستوي او السفلي. كذي راح نلعب الجزء المستوي بهالطريقه. طبعا انا افضل ان نلعب تمرين الفلاي الجزء العلوي والمستوي والسفلي، بحيث اني انا اسوي استطاله حق جميع اجزاء العضله. ان مثل ما احنا عارفين الجزء العلوي والمستوي والسفلي العضله تنقسم الى ثلاث اقسام. طريقه صدري مرفوع لفوق في كسر ظهري، اقدر العب كذي واقدر العب كذي. نبلش بهالتكنيك، حط الكوعي تدريجيا، سوي استطالة، اخلص اقدر العب سوبر بهالطريقه. كذي انا شغلت اكثر من زاويه تكنيكين، وشغلت طبعا العضله المستويه. طبعا مثل ما احنا عارفين العضله المستويه عضله كبيره، اقدر اشغل فيها او العب فيها اكثر من تمرين، ممكن تمرينين ثلاث، والجولات ممكن تكون من 8 ل 12 جوله. طبعا مثل ما احنا عارفين تمرين الفلاي وايد مهم، ذكرنا طبعا يكون اخر تمرين ما يكون اول تمرين، بحيث ان انا اسوي استطاله حق العضله وهيئها ان انا خلاص خلصت تمرين وما تشد معاي بعد التمرين. انصح التمرين هذا طبعا حق المتقدمين، المبتدئين اذا كان بيلعب التمرين هذا نراعي التكنيك بشكل كبير عشان ما تسبب اصابه مزمنه ممكن ما العب ولا تمرين. كذي وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى انكم استفدتوا، اتمنى ان الحلقه كانت خفيفه مفيده، ونشوفكم حلقات قادمه. بكذي نكون وصلنا وياكم لنهاية وختام حلقة اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه التمارين، على أمل إن شاء الله اللقاء بكم مجدداً في يوم غد نفس الوقت، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.